مريم. أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، بعد اللي صار اليوم في قضية شهداء وجرحى الثورة بالجيش محكمة عسكرية بالصقس، معناها تمنعنا من الدخول بمنطقة تعليمات، التعليمات هذه يظهر لي هي تعليمات لإهانة عائلة الشهداء والجرحى، وحثهم على باش ما يطالبوش، معناها منهم باش ما يطالبوش بحقهم، يطالبوا بالعدل، يطالبوا بالقصاص من قتل أبنائنا. يظهر لي اليوم أصبح كل شيء مكشوف، أما تقريب أصبح في شخصي المكي، معنا الشهيد عبد القادر المكي كرئيس جمعية أنساكم، تم استهداف من القضاء العسكري لشخصي، ويظهر لي تصور أنا تو أنا تم شوي حرج فقط منهم، يستنوا وقتاش يحكموا ممكن على القضية نتاع خويا الله يرحمه الشهيد عبد القادر المكي، ممكن نصور مباشرة بعد باش يتم الحكم على علي المكي، والشيء هذا راهو ما يثنيناش باش نطالبوا بدماء الشهداء، لأن الشهيد خلى وصية لا تراجع القضية. اقترفنا كمحامين دفاع القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهداء وجرحى مدينة الجيش اليوم أن نقاطع الجلسة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس نتيجة إجراءات تعسفية، نتيجة إجراءات ما هيش موجودة حقيقة في القانون، وهذا ناجم عن خلط وعن تمشي تريد أن تفرض بعض الأطراف على المحكمة. وكما تستطيعون أن تتأكدوا أنه اليوم منذ الصباح اشترطوا على عائلات وجرحى مدينة دقاش الدخول بتمثيل عائلة، وذلك بدخول واحد أو اثنين عن عائلة فقط، وبالتالي هو العدد اولا ما هوش كبير، ثانيا القاعه تتسع لاكثر من هذا، والخطير في هذا وانه الاعوان عند الباب قد نقلوا معلومات خاطئه وخطيره الى ممثل النيابه العموميه الذي تدخل في الجلسه وانهاها الى المحكمه، وقال ان الذين حضروا اليوم امام المحكمه العسكريه بالصفاقس لا يحملون بطاقه تعريف، وهذا غير صحيح، وبامكانكم التاكد منهم واحدا واحدا، ونحن لا ندافع في الحقيقة عمن ليس له بطاقة الهوية، نحن مع حضور عائلات وشهداء وعائلات الجرحى وشهداء الثورة أن يحضروا الجلسة، لأنه الجلسات هذه هي محكومة بمبدأ العلنية، ولا يمكن تصور أي جلسة أو محكمة أو حكم يمكن أن يصدر في غياب عنصر العلنية وركن العلنية كما ينص عليه الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية. إذا اختلقوا باعتقادي اختلقوا مثل هذه الروايات حتى يحولوا ويمنعوا عائلات وجرحى مدينة دقاش من حضور ومحاكمة المحاكمة اليوم، ونحن كدفاعا عنهم متمسكون بعلنية الجلسة ومتمسكون بحضورهم في كامل أطوار هذه الجلسة، أولا تحقيق المبدأ العلنية، ثانيا لأنهم من حقهم الحضور متابعة الجلسة المتعلقة بقاتل أبنائهم وبجرح أبنائهم، ولا أحد له فضل أو مزية أو منة أو غير ذلك عليهم في الحضور والسماح لهم سواء كان عددا صغيرا أو عددا قليلا أو كبيرا، ولكن المعيار
كل المعيار في هذا بالنسبة إلينا هو هل أن القاعة المخصصة للمحاكمة تتسع لهذا العدد البسيط المتواضع من عائلات وشهداء والجرحى أم لا، وبالتالي يتضح منذ البداية وأن هناك قرار اتخذ بمنع العائلات من الحضور والاكتفاء على واحد أو اثنين منهم، وحتى يتجنبوا ما يمكن أن يتجنبوه في اعتقادهم. ونحن والعكس من ذلك نعتقد أن العلنية لم يتحقق أبدا، وأن الإجراءات هذه الجلسة باطلة بالنص، وأن أي حكم يمكن أن يصدر عن هذا فهو باطل نظرا لاختلال عنصر العلنية المنصوص عليه بالنص. وبالتالي كل ما حدث هو من افتعال الإدارة، وبالتالي كل من دخل اليوم للمحكمة يخيل إليه أنه دخل إلى تكنة عسكرية، وبالتالي الفرق واضح ما بين المحكمة وما بين التكنة العسكرية. ونحن هنا طلاب محاكمة عادلة، طلاب قضاء مستقل، نريد أن نكشف الحقيقة، حقيقة من أطلق الرصاص على شهداء وجرحى الثورة. نريد أن نحقق محاكمة عادلة تدون في كتب التاريخ، وليس في هكذا في محاضر بعض محاضر جلسات في بعض المحاكم. بالتالي أعلننا انسحابنا ولن نعود إلى هذه المحاكمة، ولن نقدم طلبا إلا إذا تحقق ركن العلنية، وإلا إذا حضر كافة ممثلي عائلات وشهداء جرحانا وشهدانا وجرحانا بمدينة الدياش. وشكرا.